يجب على الولد من النفقة على والده ما يسد حاجته بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المال أن يكون الولد قادرا على الإنفاق، والثاني أن يكون الأب أو الوالد محتاجا إلى ذلك. ففي هذه الحالة إذا تحقق هذان الشرطان وجب على الولد أن ينفق على والده نفقة يحصل له بها الكفاية.